الشام، وتدور أحداثها في أجواء المقاهي في مصر ما بين ثورتين، إذ ازدهرت خلال هذه الفترة المقاهي ولعب الطاولة، وباتت مصر كلها في الانتظار. صدر عن أكاديمية الشعر في أبو ظبي ديوان شعري جديد للشاعرة السورية هما صبري الجاسم التي برزت في برنامج أمير الشعراء للشعر العربي الفصيح بعنوان قصص قصيرة جدا، وتميزت القصائد بلغة شعرية وصور مبتكرة. عن الندوة التي أقامها مركز البحوث العربية والإفريقية، أصدرت الهيئة المصرية العمل كتابا بعنوان أدب السجون. ضم الكتاب شهادات لعدد من خاضوا تجربة الاعتقال والتعذيب، إضافة إلى دراسات لمبدعين تعرضوا لتلك التجربة. وصفت الصحافة الإيطالية رواية الحياة في زمن السلام لفرانسيسكو ريكواراو عند صدورها أنها رواية عصرنا الكبرى، وأنها نوع من البيان ضد حالة الانحطاط في عالم اليوم. الرواية تدور حول الحالة التأملية لبطلها. صدرت في بيروت عن دار نوفل طائر الصدى الرواية الثانية للكاتب السوري الشاب منال زيتون بعد قليل من الموت. وطائر الصدى أو الهامة في معتقدات العرب طائر يخرج من رأس القتيل، وفي روايات أخرى من عنقه، وهو الذي لم يؤخذ بثأره بعد.